يمكن نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيقاف لعبة الشئان. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الشئان، من ثم نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعد نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا نقوم بالبحث عن شيء خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم من تحديد تطبيقكم الشئان. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم ان شاء الله.